f x تساوي 7x ناقص 5، g x تساوي x قوة 3 زائد 4x. والمطلوب منا أن نجد f ضرب g للx. إذن أول شيء يجب أن تدركه أن هذا المصطلح f ضرب g للx يعود إلى الاقتران الناتج من f x و g x. إذن من خلال التعريف هذا المفهوم يعني f x ضرب g للx. ومن ثم علينا أن نستبدل f x بهذا التعريف g x g x. ومن ثم نضرب هاتان العبارتان الجبريتان، إذن f x هنا و g x هنا. لنقوم بهذا، إذن هذا يساوي، سأعود لاستخدام اللون البرتقالي، يساوي f x ويساوي 7x ناقص 5 ضرب g للx، و g للx تساوي x قوة 3 زائد 4x. وبإمكانك إذا أردت أن تضرب عبارتين كل واحد منهما تحتوي على شقين واستخدام خاصية توزيع الضرب، وهي تعني باستخدام خاصية التوزيع مرتين. على سبيل المثال إذا أخذت هذه العبارة، إذا كان لديك 7x ناقص 5 وهنا g للx، إذا قمت بضربهما بهذه العبارة فستضرب هذا بكل عبارة هنا. إذا عندما تضرب 7x ناقص 5 ضرب x قوة 3 ستحصل على، وسأكتب بهذه الطريقة، ستحصل على x قوة 3. في الواقع دعوني أكتب بطريقة أخرى، ستحصل على 7x ناقص 5 ضرب x قوة 3 زائد 7x ناقص 5 ضرب 4x. إذا مرة أخرى سنحصل على 7x ناقص 5 ضرب x قوة 3 زائد 7x ناقص 5 ضرب 4x. والآن يمكننا أن نقوم بخاصية توزيع مرة أخرى، ونحن لا نعتاد أن نرى الأشياء التي نقوم بتوزيعها على الجانب الأيمن، لكن هذا نفسه يمكننا أن نضع x قوة 3 هنا. الآن عندما نقوم بالتوزيع سنضرب x قوة 3 ضرب 7x ومن ثم في سالب 5، فتصبح 7x قوة 4، و x قوة 3 ضرب سالب 5 تساوي سالب 5 قوة 3، ومن ثم نطبقها هنا، نقوم بتوزيع ال 4x فتصبح هنا زائد 4 في 7 28 x تربيع، و 4x ضرب سالب 5 تساوي سالب 20 x. لدينا عبارة من الدرجة الرابعة، عبارة من الدرجة الثالثة، وعبارة من الدرجة الثانية، وعبارة من الدرجة الأولى. إذن في الواقع لا يمكنك تبسيط هذه العبارة أكثر من ذلك. هذا هو ناتج تعريف هذان الاقترانان، هذا هو ناتج f ضرب g للx، إنه اقتران جديد أوجدناه من خلال ضرب هذان الاقترانان.